بيه لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه. اخص عليك يا بس تعالى افكر في اللي بالك. بس الشيطان ممكن يفكرك. طب وايه اخره العذاب ده؟ مفيش امل تقنع اخوكي. اقنعه بايه يا حصر؟ لا مال ولا جمال ولا شقه. انا عارف ان شغلانتي صعبه بس وانا لقيت غيرها. عارفه انا مرعوب. الغاز الطبيعي هيخش المنطقه. تف من بقك، ده كفايه دخلتك عليا بالانبوب. خلاص نهرب ونتجوز عرفي. تاني هتقفلني منك؟ تاني؟ وانا كل ما اقولك على حاجه تقول هتقفلني منك وانا بحبه بكره. يعني انت رايك فيا ان انا جامد وذكر والستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظني. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشك. لعلمك انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مثقف ومالكش غير في الكلام ده. انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك. يا لهوي لهوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فجر ما شفت الرعبه. لا مؤاخذه يا طنط، اصل انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا هخلي التكسير هقطعك حياتك. طيب طيب هخلي التكسير الليله وانت هقطعك حياتك. هخلي التكسير الليله هقطعك حياتك. يا لهوي هخلي التكسير هقطعك. بقول لك مراتك بتغتصب. العب خدك بقولك ده واد لبط قال عمو. الله ينعل ابو دي عمومه. انت هتقلي قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيك يا سعاده الباشا. انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك؟ انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا، تركتني العم يقطع في لحمي قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت هتولعه بجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني الدليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ اه شيكس يعني صور متحركه وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. الله يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الواد ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلامه ليه اتفرج؟ ما عمرك حاحه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير. فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. هو اللي بتنزل على الحجز. حجز مأمره ايه؟ تهمه ايه يا سعاده الباشا؟ لا في دماغي. ايه ايه يا نهار اسود، دي مصيبه ثانيه. ليه؟ تهمه قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام اقل ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. ايه يا حاحه ده؟ انا نفسي تقطع صراحه بقى، ما تنزل بقى وكفايه عامل بنزين اللي حرقناه في السكه. ايه انزل بقى يا محاحه بقى، انزل بقى كفايه مصحيني من الفجر وصاحبني زي ما اكون ساحب مأزة. بقول لك ايه، انا مش قد خالتك من السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زق. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه وقالت ان انا عايز الها في الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ملك شيك. خناقات تانية حاحة؟ يا حمار، ملك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل عبو، دي صعوبية بقى عندك كده؟ يا لهوي دي مات مواعيد وتقول لي ملك شيك. بقول لك كده هروح بقى. يا حاحة يا حاحة، بدل البدلة اللي احنا فيها دي اتجوز لك موزة من موز الأفراح على السلة. يا دي الموزز بتوع الأفراح دول نعرفهم نمشي معاهم، إنما نتجوزهم لا. ساميه دي حاجه تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس انا شفتها ماشيه مع ابوها. يا ولا ساميه دي حاجه تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب اجيب لك واحده استعمال طبيب؟ يا اخي بقى يا اخي. زق زق، خلينا نغير هدوم. يلا زق. بيب بيب. الميه صنعت الكلاكسي يا حاحه. ساميه ساميه افتحها يا ساميه بدل ما سيحلك في المنطقه.
تفاحه عايزه توقع بينا عشان تاخد الشقه. افتحها يا ساميه قبل ما تقطع شراييني. والموس اهو. يا ريت عشان دمك يتسافل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي اوعيه الدواميه. تلاوي اه اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي. معلش قوم. قوم يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشان. يا سافل. انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطه من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه، لا حلاوه بصلصه. والنبي يا خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اصلبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقولك ايه، انا شفت حاوم معدي تحت البيت، تعال افرجك عليه من البلكونه. حرام انا جوز خالتي. عجبك اللي بتعمله بنتك دي؟ حصلت خصبه كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر، أو ينقص في عمرك في إشارة مرور، أو حتى يجيلك إنفلونزا الطيور. آمين يا رب. برضو مش هنسى عملتك السودة كده بقى. هتخليني أشرح لك وأدخل في تفاصيل تجرح محاسيسك. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي، أنا بقى عايز أحرف عشان أسامحك. أمري إلى الله. أنا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا أحياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عبارة عن إيه؟ شوية مسالك وأوردة. عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخدة بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس على عشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ عصومي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. امال انا حبيتك ليه؟ بص انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده بالرسم والصوره. حبيبتي انت سخسختي بمدرج انك شفتي الرسم. والله ما عاد فيه منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه ايه اللي انت وريته لي ده؟ بص انا مصدقك، انا مصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه ما انا عارف انك من اسره محافظه. ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا ها، شد حيلك عشان نتجوز. هي مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف يختلف عننا. استحيل حكايه المواسير دي. مواسير ايه امك قاعده بقى؟ اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟ انتوا كده هيجي لكم السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرنهايت. طب استنى لما تمشيش هجيب لك شويه بفتيك على نجرسكو. تعالي هنا. البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى؟ خمره؟ النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص. هوت صوص؟ بقول لك ايه؟ اوعي تنسي انك من منطقه شعبيه وابوكي فران. ولا بلاش صوت لسان. انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك قدامك شهر، يا تجيب شقه وتتجوز يا تفضها سيره. البنت جايه لها عريس من امريكا. ما تستعجليش يا خالتي، مش جايز يولع بيه مركز تجاره اعلامي تاني طيارتين كده يخشوا في وش امه، ولا يضربوا قناص ببندقيه، ولا يولع بجاز وسخ حتى. فلله ولا فالك، امشي من هنا يا وش الفقر. امشي يا بينزلين نمرسكو دي في السابق. امشي وانت يا بنت، امشي تجري جوه بقى نجرسكو ولا بتاع. صلي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي. اللي كسره فوق دماغك. اللهم ارزقها بسيارة مفخخة أو شحنة ناسفة، تفعل ما تفعل بها ولا نستطيع جمع أشلائها. آمين يا رب. قوم قوم، أنت زي الفل. قوم قوم.
تبقى تعدي تاخد من تحت العلاج تاني يا ترون. لو سمحت يا دكتور علاقتنا تبقى في حدود العمل وبس. هو يا اخويا تكون فاكرني من البنات اياهم. انت ليه فهماني غلط؟ ما تدي